عينك عينك. هو حضرتك يعني شايفة اللي احنا كان في ايدينا حاجة وما عملناهاش؟ ما احنا حاولنا وما نفعش. قال على رأي المثل، يا مستني السمكة تشبك في الصنارة كان حد لحقك من وقعة الطيارة. ايه ده اللي انت قلتيه ده؟ بقول حكم، ما تستبعدش حضرتك اللي انا ممكن ابقى دكتورة زيك وانا مش فاكرة. يعني انت هتبقى دكتورة فاشلة وانت فاكرة يعني؟ خلاص يا جماعة نصلي على النبي وننام بدل ما ناكل في بعضنا كده هون، وبكرة بإذن الله يحلها ألف حلال. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفص منجع ويسيبي بقى في هدومك، فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا نمور، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقرص ياوي يا ميش خروب يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة فخدة الضاني مهلوز. يا سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة زي بقلاوة وين بلع بكزوزة. يا سلام على طبق الكشري وعلي دقة وصايا، والشاي انا بشربه كشري وبحبه في وشوية حم الشام وعليه شطة زيادة، سمك صيادية بالخلطة المعتادة، فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا ليمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقرص ياوي يا ميش خروب يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة فخدة الضاني معلوز. يا سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة زي بقلاوة وين بلع بكزوزة. خير اللهم اجعله خير. يا بطني الهوية صحيح الجعان يحلم بسوق العيش. لا مش قادرة، انا هقوم اشوف حاجة كلها. Thank you.
يا ابني أبدا أبدا. شوف البنت ساعدنا وجاية تفتح الشنط. لا لا يمكن السنيورة دي تطلع أبدا. احنا نعملها كمين يا حصابت، بس أنا شاهد مالك. شاهد مالك إزاي وأنت أصلا مجرم؟ أقول لكم إيه، يلا نروح نتسلى عليها. يلا. والله وقعت يا أنسة جاسمين، ده أنا دايخ عليكي بقالي سنين، بسببك اتأخرت ترقيتي مرتين. جيت تسقي الشنط وتسقي الأكل بتاع الناس الغلابة، أنت واللي زيك لصوص القوت، وإحنا إحنا بنبني بيوت. بس اطمنوا يا جماعة، العدالة ليها عيون لا تنام. بالهداوة باراكوتا. باراكوتا مين؟ بالهداوة حظبط. انا والله العظيم يا مستر بلسم ما عملتش اي حاجه. ده انا سمعت عتاب وهي بتقول ان هي هتروح تجيب اكل يعني، لكن انا والله لا ما عملتش حاجه. سمحت مين؟ انت سمحتني انا بقول كده هون؟ اه والله العظيم يا اختي سمحت الرعد في ودانك. حرام عليك يا شيخه، انت مش هتبطل الكذب اللي في دمك دون؟ طب الهي يا رب قصخت وبسمك تزينة زيك كده هون. انت كذابه سمك تزينة. الله يسامحك انا مش رد عليكي. واضح يا جماعه ان كلنا الشيطان والزنا، وعلشان نقفل باب الشيطان مفيش غير حل واحد بس، احنا نفتح شنطه واحده، شنطه واحده بس، لقينا فيها اكل يبقى خير وبركه، ما لقيناش نقفلها ونرجع من حيث اتينا. ايه الكلام الفارغ ده يا عظبط؟ انا عندي فكره تانية. ايه هي؟ احنا نفتح شنطه واحده بس، شنطه واحده بس، لو لقينا فيها اكل نقفلها، ما لقيناش فيها اكل نفتح بقيه الشنط. لا فرج. ولا ايه الكلام ده؟ فرج فرج فرج، احنا عايزين نقفل باب الشيطان مش عشان نفتح باب الغباء. ايه اللي انت بتقوله؟ يا اخوانا نفتح باب اي شنطه ونخلص. انا اللي هختار اهل الشنطه. انت اشمعنى انت اللي تختاري؟ انا اخر واحده جايه، انا اللي اختار. والنبي يا استاذه نجلاء فتحي، نقطينا بسكتك وكف نفسك. انا عايز اختار، حرام عليكم مش كل حاجه عنده بقى، كل حاجه بتختاروا انتوا. خلاص خلاص، روحي لتوتي اختاري شنطه. انا عاجبني البينك دي. لا اسفين يا استاذه دي متباعه. معلش زبونه المحل ولازم زبونه تيجي تختار واحده كبيره زي الناس. اه صحيح عنده حق. ايه اللي انت مختارها دي؟ ممكن بس لو سمحتوا تثقوا فيها، الشنطه دي فيها اكل. ايوه هو ده الاختيار، شنطه كبيره وان شاء الله تبقى مليانه اكل. بسم الله ما شاء الله. بالراحه شنطه مبطراخه، شايفه الاختيارات؟ ايه ده؟ ايه الشنطه فيها رقم سري؟ انا حافظ الرقم. اه يا عنيف انت حفت. حاضر عينيا ثواني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ما فيهاش وكل؟ ما فيهاش وكل؟ هو ايه ده اللي ما فيهاش وكل؟ ما مليانه وكل. هي فين الوكل دي؟ انت بس شكلك نظرك ضعيف، وطي كده وشوف هتلاقي الوكل قدام. اهو يا سيدي اهو. التالت حباشي. قلت لهم التالت ليه؟ هما ما شافوش الاولاني والتاني ليه؟ فضحتني. لا مؤاخذه يا جماعه، دي مزوحه ما بينا. دور انتوا على وكل وانا خلاص كلت الحمد لله. واضح يا جماعه ان مش مكتوب لنا نلاقي اكل. اقفلوا الشنطه ومحدش يفكر يجي هنا تاني. يعني ايه ده يا جماعه؟ انا اللي جيت باكل بسكويت. ايه انت ليه واحده؟ انا اللي جيت ده كلنا. انا هاخد بسكوته واحده بس هسقيها في دمك. لا لا انت ممكن تاخدوا البسكويت بس مش هتاخدوا جسمي. انت هتكسر البسكويت. دي واحده خد يا عيال. تعالوا شوفوا لقيت ايه. قوم اخلص. ايه استنى دي عن شوقي ونهار يحكي له كده. ميرسي فحش ميرسي. بس ايه ده؟ لا انا مش عايزه شاي، اي ونت لاتيه. لاتيه بس انا سوقي. طب لحظه واحده، اندهلك المدير ده حرام ده حرام ده حرام. ايه يا محش؟ يظهر ان سداني مزعلت منين. ايه دي؟ اهو امرني استهك. كحروت عايزه لاتيه. ايه دي؟
لاتيه. انت بتغلط فيها يا سرمه يا ابن السرمه. احنا اسفين يا ست، يعني ما انا هربيه السرمه دي. تحبي تشربي ايه؟ بقول لاتيه. لاتيه لا ايه، مفيش مخ. ايه دي من روتانا كلاسيك تقلبي على طول شعبيات؟ ربيت الزريبه اللي انتوا جايين منها. ايه عرفت من ايه؟ يمكن من ريحي. اوعى ده ايه ده؟ اوعى هاخد اي حاجه امشي. سيب ياض اللعبه اللي في ايدك دي. لا لا انا عايز العب باللعبه. سيبني العب باللعبه، قلت لك مفيش لعب باللعبه. اهي لا كده ليه يا بطاني؟ اخد واحده تانيه. لا قلت لك مفيش لعب. والشنطه اهي. لا تسيب الشنطه مفتوحه، انا عايز العب. لا مفيش شنطه. كويس كويس. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الورد. خدي يا حبيبتي. ربنا يهنيك يا عروس. ايه اللي انت لابساه ده يا بنتي؟ انت ايه لابسه بجامه سمير غانم؟ والتسم اللي عليك بقى جايب هدومك دي منين؟ من شنطه القبطان عزوز. قصف جبهه، قصف جبهه. اسكت يا انسي. وداني وداني والنبي. اه يا جماعه ما تنسوش، لو حد من اخواتنا الصينيين سالنا احنا ليه فتحنا الشنط من وراهم، هنفهمهم ان عتاب رجعت لها الذاكره وافتكرت ان الشنط دي بتاعته. ماشي. استنى مرمي دي بسرعه عشان الحق اسقف لك جامد جدا. كل يوم بفتخر بيك اكتر وانت بتتكلم عن النزاهه وعن الشرف وعن رد الامانات الى اصحابها. بس ده عادي، الرجاله كلكم كده. انتوا بتتكلموا كويس قوي وهايل، انما تصرفاتكم وافعالكم كافعال القرده والخنازير. جرايه يا استاذه الفلسفه. هو اي كلب يغلط فيكي تشتمي كل الرجاله؟ انت فاكره كل الرجاله زي جوزك ولا ايه؟ انت مالك ومال جوزها يا اخي؟ ايه في ايه؟ مالك ومالي؟ انت جاي السفريه دي عشان تعصبني وبس؟ ما كفايه شهر العسل باظ. بقول لك ايه، خليك في حالك وخش اقعد في الخيمه اللي جنبك دي.